مقابلة الربع ستكون مقابلة صعبة من جميع النواحي، لأنه المنتخبات أو اللقاءات اللي كتجمع دائما يعني المنتخب المصري الجزائري ولا حتى التونسي أو المغربي دائما كتكون صعبة، لأنه تعتبر إحنا ديربيات يعني شمال إفريقيا، وإحنا نتوقع مقابلة صعبة. نحن هنا كيف ما قلت للاستفادة وللتعلم، وإلا ما كانش مقابلات يعني في المستوى الكبير ويكون فيها يعني واحد الندية وواحد المستوى من التباري، فما تتكونش فيها يعني استفادة تقنية لا لينا حنايا ولا الجانب يعني الآخر. اللي مهم هو أننا نحضروا المقابلة بشكل جيد، وحنا غنشوفوا المجريات ديال المقابلة أشنو غادي تعطينا. إذا كنا حنايا قادرين وحضرنا وتعاملنا مع دوك الجزئيات اللي هي مهمة جدا وتغلبنا عليها او لا استغليناها لصالحنا، فاحنا غادي نكونوا اقرب للتواجد في النصف النهائي. ولكن الى ما كنا باقيين محتاجين اننا نزيدوا نشتغلوا اكثر واكثر، فاحنا غادي نخرجوا غادي نمشيو نزيدوا نشتغلوا. اللي هو مهم بزاف هو اننا نلعبوا بالامكانيات اللي عندنا كامله، يعني خص يكون حضور بدني ذهني تقني وتكتيكي يكون 1000%، وحنا غادي نشوفوا الخصم واش غيسهل علينا الاموريه او لا حنا غنسهلوها على نفسنا او لا غادي نلقاو صعوبات، وبالتالي هذيك الظروف كل هذه المقابله حنا غنتعاملوا معها بشكل يعني ان شاء الله نتعاملوا معها بشكل جيد.